الأهلي يواصل إهدار النقاط والمنافسة على الدوري تشتعل أكثر وأكثر. الأهلي النهاردة أهدر نقطتين والجونة مع تامر مصطفى قدر ياخد من الأهلي اللي هو عايزه. ومسلسل إهدار الفرص السهلة مازال عرض مستمر في النادي الأهلي ودون أي مبرر. سواريش عنده مهمة شاقة جدا في تطوير اللاعبين فرديا قبل كمان جماعيا. الموسم ده في منافسة كبيرة على الصدارة. المهم إن باقي الأندية تفهم إن عندهم فرصة ممكن ما تتعوضش لمنافسة الأهلي والزمالك على القمة.